السلام عليكم ورحمة الله الإخوة والأخوات. كما كان عرفوا أن بلادنا المغرب هو بلد فلاحي بامتياز، فهو كيصدر الخضر والفواكه. فمؤخرا أو الأشهر السابقة المغرب عرف نقص كبير في التساقطات المطرية، وحتى الثلوج ما كيناش، فهذا الشيء يأثر بشكل كبير على الفلاحة ديال البلاد ديالنا. فالبلاد والاقتصاد واقفين على الماء، وحتى السدود راهم دابا في الخطر. وتشوفوا نسبة ديال الماء السدود راه غالية وكتهبط، وصلنا لواحد المرحلة أنهم ولاو كيقطعوا الماء في شي بلايص، وحبسوا الحمامات ولافاجات في شي مدن. كما كتشوفوا هنايا في الخريطة، فالحمد لله هذاك المرتفع الجوي اللي كان مسيطر على الخريطة ديال بلادنا، وكيخلي ديما الجو صافي، وكتكون الأجواء مشمسة والسماء صافية. فالحمد لله هذاك المرتفع راه غادر الأجواء، وحنا كما كتشوفوا هنايا في ليلة الخميس راه المغرب داخل ليه واحد المنخفض جوي ممكن يكون هز ثلوج وامطار. كما كنشوفوا هنايا هي الشتاء بدات من طنجه، القصر الكبير، قنيطره، كازابلانكا، الرباط، وداخله الاسفي، جايه الفاس، مكناس، تازه، الرشيديه. وكما كنشوفوا هنا باللون الاخضر هنايا ان شاء الله غيكونوا تساقطات ثلجيه في المرتفعات وجبال الاطلس. فالحمد لله كما كنشوفوا هنايا باللون الغامق غادي تكون تما امطار قويه جدا، فغتستمر ان شاء الله هذه الامطار من صباح الجمعه الى كما كنشوفوا هنا الى يوم السبت. تبقى الشتاء هنايا كما كتشوفوا في الوسط، وهنايا في الشمال طنجه، القصر الكبير، هي غادي تاخذ حصه الاسد الامطار، وغادي تدوز من بعد من هذه الامطار الى الجزائر حتى هي تاخذ حقها. الجيران تاعهم ياخذوا شويه وحنا ناخذوا شويه ان شاء الله. اذا كانت هذه الشتاء قويه في هذ اليومين الجمعه والسبت، وكانت التساقطات ديال الثلوج، فالحمد لله هذا الشيء اللي بغينا لبلادنا. فالسدود غادي تعمر، والثلوج حتى هي عندها واحد الاهميه كبيره لله. وكنتمنوا ان الايام الجايه ان شاء الله حتى هي تجي عاوتاني تكون الشتاء ان شاء الله. فهذا الشيء اللي كاين والحمد لله.